السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو اخباركم ان شاء الله؟ طيبين. اليوم النهارده لابسين لبس مصري او صعيدي، عشان ايش يا شباب؟ عشان بنروح، علشان نروح شو اسمه، وين بنروح يا وليد؟ الريف المصري. الريف المصري. الله. 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 صباح الخير يا صباح شباب. الفل. ان شاء الله هتنبسطوا معنا النهارده احسن بسطة. ايش الفعاليات؟ نشوف الشعب المصري البسيط. الاصيل البسيط. الله. وناكل الله. مش وناكل محشي وربنا يستر علينا. الله، خلينا نشوف الستايل. طبعا دحوم ما لقينا مقاس الكم الطويل. والله الصهيب باقي ترى ذي دقيقه بس شوي. هلا يا سعود، يا عسل. زيك الله. فعلا فلاح. تمام. فلاح يا فلاح. والله فعلا فلاح. والله يعني صوتك يا ولد. هاي يا بيه بيه عم يا بيه. فان شاء الله الحين رايحين للريف المصري وبصور لكم هناك يوم كامل وبنعيش الاجواء. هل انتم مستعدون؟ مستعدون. هيا بينا، فلنمضي في سبيل حالنا اذا. يلا. بس قبل ما نبدا تجربتنا في الريف المصري، جايب لكم ساعه مره رهيبه انا اعجبتني الميزات حقتها، هواوي ووتش جي تي 3. بصراحه الساعه جدا اعجبتني، والتصميم جدا انيق، والتصميم مبتكر ومستوحى من الطبيعه. لما لبست الساعه صراحه جدا مريحه، وبنفس الوقت اعجبني التصميم والشاشه. في ميزه جميله في الشاشه اللي هي عرض مراحل القمر، وطبعا تقدر تشوف درجه الحراره وغيرها من التفاصيل. طبعا مزايا الساعة جدا كثيرة، من ضمنها تقدر تراقب التوتر، وتقدر بنفس الوقت تشوف نبضات القلب، وفي وظائف جدا كثيرة مثل معدل النوم وغيرها، يعني تقدر تدير الصحة تبعك بشكل كامل من خلال الساعة. طبعا المميز برضو في ساعة هواوي ووتش جي تي 3 انها تعمل على جميع الأنظمة، سواء اندرويد او حتى لو عندك ايفون او اي او اس، عكس باقي الساعات اللي تشتغل على النظام الخاص فيها. طبعا لما تربط الساعة بهواوي هيلث، في ميزة جدا جميلة اسمها هيلث ليفينج شامروك، والميزة هذه انه يذكرك باشياء صحية لازم تسويها، زي مثلا شرب الماء، النوم وغيرها. طبعا تقدر من خلال ساعة هواوي ووتش جي تي 3 ترد على المكالمات ويجيك اشعارات بشكل كامل. واللي جدا اعجبني ميزة مراقبة التمرين، وفيها اكثر من 100 وضع للتمرين، تقدر تختار اللي يناسبك سواء مشي، جري، رياضة. ساعة هواوي ووتش جي تي 3 بعمر بطارية اطول يوصل الى اسبوعين. الساعة صراحة اعجبتني وجدا انيقة. احجز ساعة هواوي ووتش جي تي 3 مسبقا ب 1049 ريال، احصل على هدايا مجانية بقيمة 508 ريال، راح احط لكم التفاصيل تحت في صندوق الوصف، شوفوها وان شاء الله تعجبكم، والحين نكمل الفلوق. طيب يا شباب، هلا والله بالريف المصري. ازيك؟ والله وصلنا بعد ساعتين مشوار. بس شوف بس ايه، بنبسط بنبسط وحنشتغل. اشتغل يا حبيبي اشتغل. شوفوا شوفوا اللبس، شوف بعد اللبس شوف. احنا عايزين الحياة دي. يالله. شوف كل البرسيم ده بتحشوه النهارده يا راجل. والله شوفوا الاجواء الريفيه الجميله هنا. هنا زرعين ايه يا وليد؟ هذا ايه ده؟ ايه ده؟ كرنب. انت تقول عليه ملفوف. ملفوف هنا، والحياه الجميله. حياه الصراحه بسيطه والله. ايدي ايدي وده برسيم. الله. برسيم اللي بتاكله البهايم. الله. طيب طيب يا شباب، وش الخطه؟ وش الدامره؟ نبي شاهي. اوكي بعد شاهي على طريقتهم طبعا. ايوه على طريقه الناس اللي عايشه هنا. اوكي بعد كده. بعد كده ناخذ الحمار. هناخد الحمار ونطلع نتمشى بيه شويه على الكورنيش. ايه كورنيش ايه بيه؟ كورنيش ايه؟ الارض يا عم. كورنيش ايه بيه؟ افصل. ايه في ايه؟ انت مجنون. بقول لك انت خدت دور الفلاحين ولا ايه؟ طيب يا شباب، والله المكان رهيب صراحه. يلا نبي نشتغل يا حياة ريفية. طيب اشرب الشاي الاول. نشرب الشاي الاول وبعد كذا نشتغل مع اللبس الصعيدي هذا. كيفكم على الاجواء هذه؟ والله هذه الاجواء اللي احنا عايزينها. الله. ده ايه ده؟ ده خس وده مش جبنة قديمة. اوكي جبنة قديمة. جبنة قديمة وراح نصلح ان شاء الله الشاي هنا بعد شوي مع الاجواء الجميلة هذه. الله هذا الخس انا هذا بسم الله. هذا خس يا ولد. ده مش ده هو ده اللي بتاكل ده يا عمي؟ كله خس. قول لي يا عم اسمع الكلام اللي بقول لك عليه. ما شاء الله مسوي الشاي هنا دحوم صعيد. وش الحركات دي؟ بس زنوبة هلا كده ما يسطع بس تلبس زنوبة زرقاء. ايه يا بيه. ايه يا بيه تاكل؟ هو خس يا بيه. طيب مع الاجواء الجميلة هذه والشاي بيغلي يا سلام، والشباب مستعدين للشغل اهو. مستعد ولا لا؟ مستعد. نبي شاهي. مستعد. باشا ما قصرت يا باشا. شكرا يا بيه. يكلمك انت علياني. يا عم احنا تحت امرك حبيبي. والله حبيبي والله. على راسنا من فوق على دماغنا. دماغنا اما انت يا دحوم ذي انزل الذي انا طب
نزلها نزلها نزل البتاع. ايوه كده بس. انت مستعد تشتغل معنا؟ لا والله مش انا اكبرك سنا. ما علي منك لا تشتغل. لا والله مش ما طيب ماشي. الشاي جاهز يعني ادي له خمس دقائق بقى. ثلاث اربع ثلاث ايش تمون؟ ايش مشكله؟ ماشي. ها دحوم كيف الاجواء؟ والله جميله وانظر بس انت مستعد؟ والله فوق راسك مستعد انت للشغل ترى بعد شوي ما فيه دله. والله انا ابي ارجع الاجواء هذه الاجواء الشغل. اجواء الشغل انت شيك من هاج ورا هنا انت بتحمس للحش. طيب يلا خلينا نشرب شاي اول. يا سلام هذا الشاهي في الريف المصري. الله 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 تسلم يديك يا باشا. تشكر 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 الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك حبيبنا. طيب مش انت مش عاوز؟ والله ما اشتغل. ليش مش عاوز جاي؟ والله هتشتغل. انا شربت مويه وزي كذا. لا انت شوية شاي فلاحي دو. شاي فلاحي جميل. شاي فلاحي كل واحد حر. صحيح دي حريه مطلقه. الله عليك. انت فاهم ولا مش فاهم؟ اكيد طبعا مش فاهم. طيب ده كثر خيرك. حلفت بالله اهو الشاي اهو. لا والله مش عارف. اي شاهي شاهي شاهي. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا عطوره؟ محش عايزين نحش. ايه فين الحمار؟ الحمار ما حش. الحلال اللي هتحش دلوقتي الحمار جوه. ويلك في شغل في شغل يا باشا. شوف يا حبيبي مع الشاه الجميل هذا. سلام بعد شوي. ايوه عاوزين نشتغل بقى. راح ناخذ الله يعزكم الحمار وبنمشي فيه بنروح المكان اللي بنحش ونحصد فيه باذن الله. دي اجمل حاجه يعني نبغى نجرب حياتهم الشاي حقهم طريقه الحصاد. حياة جميله والله. صحيح الصراحه اليوم جو لطيف. والغدا والغدا عندهم محاشي. يلا بنخش الحين عندهم. شوف بسم الله المشروع اللي انت بتستعمله. البيت الله الله ما شاء الله ما شاء الله. هو ده الكلام ما شاء الله. الدجاج ايه ده؟ البقر والدجاج. هو ده الحمار. هو ده وصل. طيب الحين دحوم بيركب الحمار سونا. يلا يا دحوم اسلم. يا سلام ارجع ورا سنه هذا هو كده كده اضبط نفسك. امسك نفسك انت عشان لو وقعت انت حر. ايوه امسك بيه عشان انا لا امسك كده اهو. ايوه كده اهو. يا سلام يا دحوم. نركب العربة هذه ان شاء الله عشان نروح نحش. يلا والحمار بيسحبنا. يلا يا دحوم. ايوه يعني هتقعد على الباشا. يلا يا عم الحق ما عطلناش. يلا يلا روح. هو ده الكلام هو ده الكلام بقى. ماشي يا سعود بس بلاش كلام كتير. الفلاح ما يتكلمش كتير. طيب انا اشتغلوا بس. يلا يا سعود اهو. يلا يا سعود يلا خش خش اهو الفلاحين اهو. انت قاعد اجلس بقى. هذا الحر خش يا فلاح جديد. هذا فلاح مبتدئ بقى. طيب يلا 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 اطلع وليد. اطلع انت الاول. اطلع وليد اطلع انت اصغر. ما تطلعش اطلع. بسم الله على بركه الله انطلقنا طبعا. اوهو رايحين ان شاء الله لل الحش والحصاد لل شو اسمه المزرعه تعب. هذا كله مزرعه اهو. هذا دحوم. الله عامل ايه؟ الحمد لله يا باشا. الله الاجواء جميله قوي. والله يا سعود انت اوعك اوعك. اسلم اسلم انا خايف اطيح بس. ما زلنا في طريقنا انا والشباب. هلا والله. ترى الحين بنشتغل دحوم. اي سعدت البيت. ايه ده ايه ده كاميرا فوق الهواء. الله في طريقنا الان. ما زلنا في الطريق الى الى الحش. الحش عش البرسيم. انا متحمس صراحه. ها عسني بتعب. ايه ما لازم تتعب. هذا الشغل الصح. اهو قربنا نوصل بقى مع الصعيد. ايه في يا عم اجدع ناس والله. اه ايه صلي الله على المكان. الحين بنحش. الحين حيبدا الشغل الجامد بقى. صباح الخير ومساء الخير. عاوزين نشتغل بقى اهو. يلا وصلنا المكان اهو. يلا بس هي حشوا البرسيم اللي هناك ده. فين بس اهو اللي هناك ده. انت دليني بس اهو. ده هدلك اهو. اهو دلني ده ولا ده؟ ده اللي هناك هناك. ايوه ده. يلا يا باش عاوزين نمشي. تحيه للصعيد والاهل مصر.
على راسنا على دماغنا من فوق. على دماغنا من فوق. ما تنسوش بقى ايه اللايك اللايك والاشتراك. لا لا ده مش اختياري اجباري. ده اجباري بقى. تعال كده بس. رايح فين بس كده؟ رضا بقى اجمل. الله هو ده الكلام والله. هو ده اهو. شوف اللبس اهو 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 صعيدي اهو اهو. مفيش كلمة تاني. اه مفيش المحاش. يلا بس فين محاش فين يا باشا؟ يلا شباب خلونا نحش هنا. كيف الكلام السعودي؟ تعال نحش هنا يا ابوي. لا لا تكلم زين. هل انت بس تتكلم؟ اهو صعيدي ده تعبان ده غلبان قوي. انا والله جاني كهرب في رجلي لما ضغط عليها. جاك كهرب؟ جاني كهرب. ايش دعوه بقى؟ تعاوز تشتغل تشتغل زي الالف. ما فيش يمين يسار. فيش يمين يسار. لا 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 ده مش اختياري ده اجباري. ده اجباري. الحين بحش البرسيم بسم الله. يلا يا سعود. ايوه الله. هو ده الحياه. هو كده اهو اهو. يلا يا دحوم شيل 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 وحطه في العربيه. شيل البتاع يلا حطه في السياره. يلا يلا في العربيه الكرو. يلا يا دحوم. ايوه اهو 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 اهو. تسلم ايدك بسم الله. يلا يا سعود. ايوه روح. هو ده الكلام يا باشا. اهو اهو تعال كده بس. اهو انا معاك. تعال كده بس. ما انا معاك. ده حصاد اليوم بقى. الله الله. هذا برسيم يا شباب. ولسه ايه لسه في البدايه. وعلى فكره الشغل ده ايه اجباري. اجباري اهو الاجبار. اهو اوعك اوعك. حاسب حاسب. هذا عبد الله جالس يتعلم اهو. بالراحه بالراحه. ما تستعجلش يا عبد الله خفيف شوي شوي يا عبد الله. ايوه بص. شوف المكان الجميل هذا. يلا يا عبد الرحمن. ايوه ما شاء الله روح. عبد عبد العربية. انت الثاني كمان. يلا يا باشا. يلا ايوه. انا خايف. اخافش. بالراحة بس. بالراحة بالراحة. ما تخافش ما تخافش. ما تستعجلش بس اصبر. ما هو متحمس قوي يعني. ايوه حيجي معاك اهو. واحد براحتك براحتك. ايوه تعال يا عبد الله. تعال شيل شيل بقى شيل. ايوه ايوه خليك على دي بس. اهو ايوه تعال تعال يا دحوم بس. يلا شغلهم شغلهم. يلا وليد شغلهم. يلا يا وليد. انا اللي داير المنطقه معاك. انا صاحب الارض. تعال بس. لا تعال اوعى ايدك قدامي. ايوه والله فلاح اصلي. ما تخافش ما تخافش. والله مرعب. والله مرعب. هو اسمه المرعب. احنا مرعبين يا باشا. يلا يا باشا بس بطل. فين فين بقى الشباب شغالين؟ روح من هناك يا عبد الله. يا ايوه انا وريد. ايوه مرتاح. يلا حطه في العربيه. ايوه حطه هنا حطه هنا. شغله وليد. ايوه كده روح هات الباقي روح هات. يلا يا شباب. يلا يا سعد اول. يلا يا عم الحاج. اي يا عم شغلي ده شغل. في ايه معصب ليه بس؟ تعال بس خش. يلا يا عم تكلم. يا عم يلا في ايه؟ يلا حط هنا. يقول ايه؟ يقول لا اتكلم اشتغل بس. اهو انت بتموت في الكلام مباشر. اهو شغل شغل جامد. واعمل لي فيها صعيدي. عمي يلا روح هات روح روح. شوف شو بيقول. والله قوية. يلا اختصر. يلا يا عم ما اشتغل. يلا يا باشا. وهذا الحمار اللي جابنا هنا بيرجعنا. انا ويلي منك. اهو ده ده يا ولي ده الحمار ده 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 حمار ده ده مش عارف ايه. لا برافو عليك يا عبد الرحمن انت احسن واحد تشتغل. ايه يا عم بزوده بزوده النهارده يا عم. نشتغل من الصبح 30 جنيه. لا 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 بزودك النهارده راح اجيب لك سندوتش فول زياده. اه يا شباب. هاي هاي سعود كيف الاجواء؟ شغل جامد قوي. شغل جامد. اوريكم الشغل الجامد اهو. حبينا العربيه اهو. برسيم لسه بدري لسه بدري يا حبيبي. لسه بدري تقعدوا فوق البرسيم ده اصلا. والله مشكله دي. في ايه في ايه في نجلس بقى في سوق البرسيم هنا لسه. هنجلس هنا ونرجع بقى. تعال تعال شيل دول يا سعد. ايه يا عم يا عم الحاج. ايه حبيبي سيب سيب. يلا شيل شيل بس يا سعد. يا عم شيل يا عم خليها علينا بقى بقى بقى. يلا 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 يا سعود اهو معاك اهو. تعال بقى تعال معايا اهو معاك اهو. ماشي فعلا فلاح. فلاح في ايه يقول ايه ولا انت فلاح وانا فلاح. Thank you.
شباب راجعين. يلا قبينا شو اسمه؟ الحصاد. يلا يا دحوم. حط بو حط رجلينا. يلا بقى. يلا يا شباب. معلش. وسع هذا وسع. ايوه. اهو. اهو كله تمام. هذه الحياة يا شباب. يا شباب. هذا الكلام يا شباب اهو. رايحين الحين راجعين المكان اللي بدينا منه. يلا يا سعود. ايوه. كيف كان الشغل؟ حصدت عن بتاع البرسي بدا حاجة ما حصلتش. اكلنا. شغل جامد. ايوه يا برنس. يلا راجعين الحين. هاي شباب كيف الاجواء؟ جامدة. جامدة قوي. جامدة جامدة. جامدة قوي. يلا يا باشا. جوري في ايه يا عبد الله؟ ايه في ايه يدك يا باشا؟ اعطيك كوع بقى. طيب يا شباب حياكم الله ما قصروا الشباب هنا الله يعطيكم العافيه. خلصت يا شباب. الاكل ايه يا وليد؟ الاكل الفلاحي. اكل الفلاح. طبخ الفلاح. طبخ الفلاح. كثر خيركم اول حاجه. شكرا والله. شكرا. هذا هو الاكل. فلاحين الله. ده ايه ده يا وليد؟ ده ورق عنب. ملفوف. ملفوف. ده ورق عنب. ورق عنب. وهذا ورق الخس. هذا ملفوف. الله 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 على البساطة يا شباب. نجرب يا وليد. هاي يا شباب كيف الأجواء؟ أجواء جميلة. أجواء جميلة جدا. أجواء جميلة جدا. طيب هذا الفراخ الدجاج. الفراخ ولا الدقيق؟ فراخ. ورق عنب بس شو يسمونه؟ أنا بجرب هذا صراحة. ملفوف. يلا جرب طيب. يلا بجرب الفريخ. الفراخ. أجواء جميلة. جينا هنا نجرب الحياة كلها والأكل بعد. كيف الأجواء يا شباب؟ تجربة جميلة صراحة. عشنا يوم كامل ريفي. صح. ريفي ريفي. باقي أجرب هذا. إيش رأيك أجرب هذا ولا هذا؟ أجرب أجرب الفراخ. جربت في الفراخ. كيف؟ وهذا العيش البلدي صح يا وليد؟ لا العيش بتاع البلد. بتاع البلد. الفرن البلدي. آه. والله لذيذ والله. أخيراً عشنا ال أجواء جميلة. أجواء دي يا وليد. وهذا وقت الأكل ما تكلمنيش. يلا ما تكلموش. صراحة الأكل كان جدا لذيذ. إيش رأيكم يا شباب؟ جدا جدا جميل ما شاء الله. كثر الله خيرك يا عم يا باش. وإن شاء الله تزورونا مرة ثانية المرة الجاية. أنتوا تشرفوا بعض. حبيبي. بصراحة تجربة جميلة وأكل لذيذ جدا. وشكرا للباشا اللي ما قصر معنا صراحه. والله الصراحه تعال تعال على العشره. رايح السياره. السياره ورا. لا من هنا يا باشا انت مضيع صراحه. حياه جميله بسيطه. حياه فلاحين. حياه ريفيه. جربنا اليوم يعني يوم كامل بالريف المصري صراحه. 10 من 10 انا اشوف والله هي تجربه جميله. الحين راجعين للقاهره. طبعا هنا تقريبا ساعتين ونص من القاهره للمكان هذا الريف. عشان كذا لبسنا صعيد يعني عشان طبعا ان شاء الله ضبطنا الدور. ها اعذرونا اعذرونا لو يعني قصرنا في شيء مثلا او غلط كلمه ما هي بمصريه. لا يا عم الحق ما فيش مشكله. نسوي تبع عايش الجو. فان شاء الله عجبكم هذا الفلوق. حبينا نغير والحين خلاص هذا اخر فلوق في مصر. راجعين الرياض ان شاء الله. ان شاء الله. فما تحرمونا ده اجباري مش اختياري. اللايك والسبسكرايب. نشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي. ان شاء الله انكم استمتعتوا. مع السلامه.